في هذا اليوم العالمي للتبريد كنحتفلوا كسائر العالم بهذا اليوم هذا، وكيحضر معنا اليوم بصفة خاصة هذا العام هو لو فونداتور يعني المؤسس ديال هذا اليوم العالمي للتبريد. هذا اليوم العالمي للتبريد الأهمية ديالو هو باش نحسوا الناس في هذا الميدان، الأهمية لهذا الميدان هذا ولهذه التقنية ديال التبريد اللي كتدخل في الحياة اليومية ديالنا، في المنازل ديالنا. كاين عندنا الثلاجة، كاين لاكليم، كاين في الاندستري بيتروشيميك، الاندستري ديال الاندستري اغرو اليمونتير، التخزين ديال المواد الغذائية. الوغ كنعرفوا المشاكل اللي كنقدروا نعيشوها في حالة إلى مثلا الثلاجة في الدار إلى ما خدماتش، كيقدروا يدعوا لنا مواد غذائية. هادشي علاش التقنيين اللي كيخدموا في المجال ديال التبريد وتكييف الهواء خاص تكون عندهم واحد الفورماسيون، وهادشي اللي كنحسوا الناس بالاهميه ديال التكوين في هذا الميدان، وتكوين مهندسين وتقنيين في الاصلاح وفي تركيب هذه الانظمه ديال التبريد. كذلك يحضر معنا شركات اللي كينشطوا في هذا الميدان هذا، وجمعيات، وكذلك مكاتب ديال الدراسات، والمهندسين المعماريين. والاهميه ديال هذا الميدان هذا كتدخل معاه كذلك الأهمية ديال النجاعة الطاقية، أي في الحفاظ على الطاقة، لأن الطاقة دابا ولات واحد العملة نادرة. المغرب كذلك توا كيعيش مشاكل في مجال ديال التزود في الطاقة، لذلك خصنا نحافظوا عليها. والميدان ديال التبريد وتكييف الهواء كياخذ تقريبا 20% من الطاقة الكهربائية في الاستعمال ديالو. هادشي علاش حاضرين معنا اليوم شركاء كاللامي، سي لاجونس ماروكان ديفيكاسيتي انرجيتيك، اللي كيبينوا الأهمية ديال النجاعة الطاقية والحفاظ عليها في هذا الميدان هذا. اليوم استقبلنا أكثر من 300 مشارك، معنا دي انترفونون اللي جايين من سون دي اندستريال اللي جايين من العالم كامل، باش نهضوا بهذا القطاع اللي هو قطاع مهم للاقتصاد ديالنا. وعندنا مجموعة ديال الأشياء اللي حنا تنوجدوا فيها اللي نهوض بهذا القطاع. عندنا واحد المعرض اللي غادي ننظموه مع تحالف مع لايم دو زو اللي هي لاجونس ماروكان ديليفيكاسيتي انرجيتيك، ولايم بي فلاسوسياسيون ماروكان دي بروفيسيونيل دو فخوا، اللي غادي نديروه في شهر اكتوبر، اللي غادي حتى هو غادي نجمعوا فيه اكثر من 150 عارض، وغادي يكون المده ديالو 3 ايام. والغرض ديالنا لورغانيزاسيون دو توت سي مانيفيستاسيون سي كو هاد لو سيكتور اندستريال ديال الفخوا اللي هو يلو ريبريزونت لي لي ان سيكتور كلي دو لاندستري ماروكان، il doit avoir une promotion meilleure pour qu'on puisse اننا كيف قلت لكم نهضوا بهذا القطاع اللي هو قطاع مهم ومهم جدا.